الخادرية البوشيشية برئاسة مولاي معالي خادم البوشيش. خلال هذه الجولة هذه اللي سميت بالرياض والنور، بديناها بدكار بالسنغال ثم مراكش ثم مكناس طنجة والآن حلينا بوجدة. هذه الرحلة هذه أو هذا السفر الروحي هو نقل واحد المعنى كنعيشوه في الزاوية، هو المعنى ديال الذكر، كنحاولوا أننا نعيشوا مع الناس في هذه الأجواء هذه الأجواء ديال الذكر، وهذا هو المضمون ديال السماع، حيت كنعتبروا حنا السماع في الطريقة القادمة البوشيشية ذكر، ذكر معدول، وبالتالي الإنسان اللي كيسمع السماع كيتأثر وكيحرك القلب ديالو هذا المعنى. شكرا.